بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود عادل حسن. أخونا رسالته مطولة، بعض الشيء يقول فيها: في القرية التي أسكن فيها كان هناك رجل يفتح كتابة بتحفيظ القرآن الكريم بالأجر، مع العلم بأن لديه 3 أولاد يحفظون كتاب الله، وكان هذا الرجل يتخذ حجرة بجوار مكتب تحفيظ القرآن الكريم يمارس فيها علاج أهالي القرية من رجال ونساء وأطفال بالقرآن وبالأحدبة. توفي هذا الرجل، وبعد مرور عام على وفاته قال لنا أحد السكان: رأيت فلانا، أي يقصد هذا الرجل المتوفى منذ عام، كاملا في رؤيا يطلب فيها هذا المتوفى نقل جثته من مكان مدفنه إلى المكان الذي كان يمارس فيه عمله، أي الحجرة، مع العلم بأن القبر المدفون فيه يبعد عن قريتنا بمقدار 3 كيلومتر. وتم بالفعل نقل الجثة إلى المكان المأمور به، وعمل ضريح لهذا الرجل يزوره كل سكان القرية من رجال ونساء واتخذوا له ضريحة. افتينا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم عن هذه المسألة من كل جوانبها. هذا عمل باطل، ولا يجوز العمل بهذه الرؤية، لأنها رؤية من الشيطان، ودفن الميت في المسجد أو بالحجرة المجاورة للمسجد هذا لا يجوز، لأن هذا من وسائل الشرك. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى، لأن ذلك من وسائل الشرك. وأما قصد زيارة الضريح للاستشفاء بالميت أو طلب قضاء الحوائج منه أو دفع الضر أو جلب الخير، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. والسبب في هذا، السبب في حصول هذا الشرك الأكبر، هو دفن الميت أو نقله إلى هذا المكان وعمل هذا الضريح له. لأن بناء الأضرحة والبناء على القبور ودفنها في المساجد أو بناء المساجد عليها أو الصلاة عندها، كل هذه من وسائل الشرك. ولهذا لما نقل هذا الميت إلى هذا المكان عند المسجد أو المجاور للمسجد، أقبل الناس عليه بصرف العبادة له من دون الله عز وجل. فهذا عمل باطل، ويجب نبش هذا الميت وإخراجه من هذا المكان ودفنه في المقبرة، دفنه في المقبرة مع الأموات في المقبرة، ولا يجوز دفنه في المسجد، يجب إعادته إلى قبره الأول الذي كان بعيدا عن المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: ميم باد ميم خاء، يقول: كنت في يوم من الأيام هنا في أرض المملكة، زعلت من زميل لي في العمل، وكنت في هذه اللحظة لا أدري ماذا أقول من شدة الغضب، فتسرعت وحلفت وقلت: علي بالطلاق بالثلاثة، لا أدخل غرفتك هذه مرة أخرى. وبعد ذلك جاءني بعض الزملاء وأفتوني، وقالوا لي: طالما زوجتك لم ولا تسمع منك كلمة الطلاق، هذا لا يعتبر طلاق، وهذا يعتبر حلفا بالله، وله كفارة صيام 3 أيام. فهل هذا الكلام صحيح أم لا، علما بأنني وقعت في الطلاق كما قلت، وما هي الكفارة الصحيحة، مع العلم بأني لم أدخل بزوجتي ولم يتم لي الزفاف عليها، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خير. ما دمت لم تدخل بها
وإنما طلقتها بعد العقد قبل الدخول فإنها تكون قد بانت منك، تكون قد بانت منك ولا تحل لك وليس لك عليها رجعة. هذا إذا كنت نويت إيقاع الطلاق بهذا الكلام. أما إذا كنت نويت اليمين ولم تنوي إيقاع الطلاق فهذا لا بد أن تحضر عند أحد العلماء وتذكر له حالتك، وهذا العالم الذي ستحضر إليه اتخذ الإجراءات اللازمة إن شاء الله نحو هذا العمل. الحاصل أن هذا طلاق قبل الدخول، فإذا كنت نويت إيقاع الطلاق فإنها تكون قد بانت منك، وإذا كنت نويت اليمين فكما ذكرت لك لا بد من حضورك عند أحد العلماء المعتمدين للفتوى في طرفكم وهو يتخذ الإجراء اللازم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان رسالة بعث بها مستمع يقول المرسل ميم نون فا، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا ابتلى الله الإنسان بأفكار خبيثة تدور في قلبه علما بأنه يقرأ القرآن والأحاديث النبوية لمرافعة هذا الأداء لكنها كما يقول مصممة وفي زيادة، فماذا يفعل هذا الإنسان وهل يأثم؟ جزاكم الله خيرا. لا يهتم بهذه الوساوس، هذه وساوس من الشيطان فلا تضره ما دام أنه لم يتكلم ولم ينطق بشيء، مجرد الوساوس التي والخواطر التي في النفس لا تضره والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا وسواس من الشيطان لا تلتفت إليه ولا يضرك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل يأثم الإنسان الذي لا يخشع قلبه في الصلاة ولا يتدبر عظمة الخالق وهو يجمع همه ويجتهد حتى يخشع قلبه لكنه يجد حائلا بينه وبين ذلك؟ نرجو الإجابة الشافية. عليه بالاستعاذة بالله من الشيطان العظيم ومحاولة إحضار قلبه في الصلاة وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتجنب المشوشات التي تشوش عليه صلاته، وسيجد إن شاء الله الفائدة إذا حرص على ذلك. أما الإنسان الذي يصلي وقلبه مشغول بغير الصلاة فهذا لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها، إلا أن حالة السائل والله أعلم أنها من الوسواس. والوسواس إذا لم يلتفت إليه لا يضره إن شاء الله. إنما الكلام الذي يصلي وهو يشتغل بأمور الدنيا وبالبيع والشراء وأمور الدنيا هذا هو الذي لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها وما حضر قلبه فيه. أما الوساوس هذه فهي بغير اختيار الإنسان فلا تضره إن شاء الله، لكن يحاول دفعها مهما استطاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا اعتدى إنسان على آخر وقال فيه ما يكره وشتمه وجرح به فغضب المعتدى عليه وتضرع لربه بالدعاء بالهلاك الموت أو أي نازلة، فإذا استجاب الله فمات الظالم أو نزلت عليه نوازل كأمراض مستعصية مثلا، هل يأثم الداعي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. على كل حال دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من الظلم وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم وأخبر أن دعوة المظلوم مستجابة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، كما قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياك قال لمعاذ بن جبل: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم مستجابة، إلا أنه ينبغي للمظلوم أن لا يدعو على ظالمه، ينبغي له ذلك، ينبغي أن يصبر ويحتسب، وأجره على الله سبحانه وتعالى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ينبغي أن يصبر ويحتسب ولا يدعو على من ظلمه، لكن إن دعا فدعوته مستجابة وذلك جزاء للظالم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جدة رسالة بعث بها المستمع إبراهيم سالم يقول: لقد حصل علي حادث حيث كنت أقود السيارة وصدمت في رجل أدى ذلك إلى وفاته وطلب أهله الدية فدفعتها لهم، هل دفع الدية يكفي بأن تكون كفارة أم لا بد من صيام شهرين متتابعين؟ وإذا لم استطع الصيام هل أطعم 60 مسكينة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الدية لا تكفي عن الكفارة، الدية إنما هي حق لأولياء القتيل، أما الكفارة فهي حق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يجب عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين. قال تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصد، إلى قوله تعالى في ختام الآية: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أما الإطعام فليس فيها إطعام، أولا العتق إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنك تصوم شهرين متتابعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون باء من الرياض يقول: من حوالي عام فقد مني مبلغ من المال، وكان لي صديق عزيز، وكل البراهين تدل على أنه السارق، وعندما واجهته أنكر، وحصل بيننا مشاجرات ومشادات، وأنا حلفت على القرآن أنه السارق وهو حلف على أنه لم يسرق، وبعد شهر جاء إلي بالمبلغ واعترف، وإلى الآن لم أذهب إليه لأنني أبغضته، هل أكون آثما في ذلك؟ وهل علي كفارة يمين؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. ما دام أنه في النهاية اعترف وأقر بالمبلغ هذا حق لك عنده، إن شئت أن تأخذه فخذه، وإن شئت أن تتركه فاتركه، على كل حال هو حق لك عنده، وهو إذا تاب إلى الله واعترف بالذنب ورد عليك ماله قد برئت ذمته إن شاء الله تعالى. وأما أنت فليس عليك كفارة، لأنه تبين أن يمينك كانت صادقة، حيث حلفت أنه هو السارق فتبين أنه هو السارق، على أنه لو تبين أن اليمين غير صحيحة فليس فيها كفارة، هذه ليست فيها كفارة، وإنما فيها التوبة إلى الله والاستغفار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول: يوسف محمد حسن من دبي يسأل ويقول: سجود الإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة ونصف سورة، ثم يقوم ويكمل السورة ويركع، والسؤال هنا: لماذا تصرف الإمام على هذا النحو، وما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. سجود الإمام في الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد قراءة الفاتحة ونصف سورة، ثم يقوم ويكمل السورة، ثم يركع وإلى آخر، والسؤال هنا: لماذا تصرف الإمام على هذا النحو، وما الحكم؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن الإمام أو أي مصلي، إمام أو مأموم، إمام أو منفرد، لا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين، يقرأ أولها في الركعة الأولى ويقرأ آخرها في الركعة الثانية، لا بأس بذلك، خصوصا إذا كانت سورة طويلة، لا بأس أن يقسمها بين الركعتين. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا لم أسمع تكبيرة الإحرام أنا ومجموعة من المأمومين، لكن بعد ذلك تابعنا الإمام، فهل صلاتنا صحيحة؟ إذا دخلتم بنية وكبرتم تكبيرة الإحرام فصلاتكم صحيحة، ولو لم تسمعوا تكبيرة الإمام، يعني إذا لم تسمعوها في الأول ثم عرفتم أنه دخل في الصلاة ثم كبرتم تكبيرة الإحرام ودخلتم في الصلاة فإن صلاتكم صحيحة، لكن إن فاتكم شيء من الصلاة، فاتكم ركعة فأكثر، فإنه إذا سلم الإمام تقومون وتقولون ما فاتكم. أما إذا كبرتم في الركعة الأولى وأدركتم الركوع الركعة الأولى فصلاتكم صحيحة وتامة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، يقول: هل ماء زمزم لما شرب له حتى ولو كان مثلا لطلب العلم؟ إنني قرأت في كتاب أنه حتى ليوم القيامة من شدة عطش ذلك اليوم، فهل هذا صحيح أم لا؟ تونا مأذورين جزاكم الله خيرا. نعم، الحديث عام أن زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له حسب ما ينويه الشارب من شفاء مرض أو إجابة دعاء أو حصول مقصود، حديث عام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قرأت في بعض الكتب أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة غفر له بكل مؤمن ومؤمنة، فهل هذا وارد؟ الاستغفار
للنفس والمؤمنين والمؤمنات، هذا أمر مشروع على الله سبحانه وتعالى نبيه، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا استغفرت لنفسك ولوالديك كما قال نوح عليه الصلاة والسلام، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، فإن ذلك مشروع. أما تحديده بعدد 27 أو عدد محدد فهذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا على هذا التحديد، لكن الاستغفار لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات هذا أمر مشروع وأمر الله تعالى به وهو مستحب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم ندى من المدينة المنورة تسأل وتقول: في رمضان الماضي ذهبنا لأداء العمرة، وعندما حضرنا إلى المسجد الحرام جلسنا نؤدي تحية المسجد، ثم بعد ذلك جلسنا قليلا ثم صلينا تطوعا، ثم بعد ذلك صلاة الفجر طفنا، وبعد ذلك سعينا، ولكن زادونا في السعي، فهل علينا شيء في ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الأفضل من القدم إلى مكة أن يبدأ بالطواف لأنه تحية الكعبة للقادم، هذا هو الأفضل، ثم يصلي بعد الطواف ركعتي الطواف، وإن كان متعبا أو المكان مزدحم وصلى ركعتين في المسجد وجلس للراحة، أو صادف وقت الفريضة وصلى الفريضة ثم طاف بعد ذلك، فلا بأس بذلك. المبادرة أحسن إذا تيسرت، وإن لم تتيسر فلا بأس بالتأخير، فما فعلته لا بأس به. أما الزيادة في السعي، السعي 7 أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، ذهابه سعيه، ذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية ثانية حتى يكمل 7، إذا زاد فإن هذا لا يؤثر على السعي، السعي صحيح وتكون زيادة لا عبرة بها. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: بعض الناس ينسب عدم التوفيق والنجاح في الدراسة أو عند حصول المصائب إلى سوء الحظ، افتونا في هذا جزاكم الله خيرا. ما يصيب الإنسان مما يكره من عدم الحصول المقصود أو من مرض أو مصيبة في مال أو نفس أو في قريب، كل ذلك بسبب الذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب من قبل نفسك. فنسبة الذنوب هي نسبة المصائب إلى الذنوب والمعاصي، هذا هو الصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نسبة هذه الأشياء إلى الحظ، ما حكمها في الشرع شيخ صالح؟ تنسب إلى الذنوب والمعاصي. نعم. ولا تنسب إلى غير ذلك، أن هذا هو السبب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ومن سوء حظ الإنسان أن يبتلى بالذنوب والمعاصي، لا شك أنه من سوء حظه. ومن حسن حظه أن يوفق للطاعة. يا الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: أديت العمرة وبينما نحن في منتصف الطريق حدث خلل في الباص وتوقف، وكان الباص مليئا بالناس ومعظمهم من غير المحارم، ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يصلي أحد من الناس الظهر سوى أنا ووالدتي وأبي وأختي، فتيممت رغم وجود الماء ولكنه من السيول، وكنت أشك في طهارة هذا الماء، فلم أتوضأ منه وصليت الظهر 4، وعند وصولي إلى بيت الله الحرام صليت الظهر 2، فما هو توجيهكم؟ عملك الأول خطأ، وهو التيمم مع وجود الماء والسيول طهور ولله الحمد، قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الأصل في المياه والأصل في السيول أنها طهور، يتوضأ بها ويتطهر بها، ومن تيمم مع وجودها فإنه تيممه غير صحيح، قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم لمن لم يجد الماء، أنتم واجدون بالماء. أما ما دمت قد صليت أعدت الصلاة وصليتيها 2 لأنك مسافرة لما وصلت إلى مكة فقد انتهى المقصود، وإن كان الوقت باقيا فإنها تكون أداء، وإن كان الوقت قد خرج فإنها تكون قضاء، والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الكويت بعثت برسالة وتقول: أختكم في الله صاد عين دال تسأل وتقول: هل يجوز للمعذورة شرعا أن تقرأ
الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وهل يجوز أن تستغفر وتسبح وتحمد وتذكر الله كثيرا؟ جزاكم الله خيرا. علما لتقرأ الكتيبات المذكورة فيها بعض الآيات القرآنية التي عليها عذر الحيض أو النفاس. نعم، لا بأس أن تقرأ الأدعية والأذكار، تقرأ في الكتب، إنما الذي يحرم عليها قراءة القرآن أو مس المصحف ما دامت في حالة الحيض أو في حالة النفاس. فقراءة الأدعية والأذكار والتهليل والتسبيح والتحميد والأذكار التي توافق القرآن ولا تقصد بها التلاوة وإنما تقصد بها الذكر، نعم، كل ذلك جائز والحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: فاتت علي صلاة المغرب أثناء وجودي في المستشفى وأنا لم أنتهي إلا بعد صلاة العشاء، هل يجوز قضاؤها مع صلاة العشاء؟ والسبب أنني لم أجد مكانا أراه مناسبا لتأدية الصلاة فيه. الواجب أن تصلي المغرب أولا، نعم، ثم تصلي العشاء بعدها، تكون المغرب قضاء، إذا كان خرج وقتها تكون قضاء. الحمد لله، تصلينها قبل العشاء. طيب، من أجل الترتيب. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن ترتل القرآن وتحسن صوتها أثناء قراءتها عند الشيخ لأنه مراقبهم أثناء الدراسة في دار القرآن ويدرسنا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان يخشى من ذلك الفتنة والافتتان بصوتها فإنها لا ترفع صوتها أو تحسنه وترنمه حيث يكون صوتا فاتنا، وإنما يكون صوتا عاديا. نعم. أم بسام من المدينة المنورة بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: أنا دائما أخاف من الموت ومن عذاب القبر، فماذا أفعل؟ هل الإنسان يعذب في قبره إلى قيام الساعة أم إلى وقت محدد؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم بذلك. أما عذاب القبر فإنه ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبدلالة القرآن العظيم في المواضع، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ولا شك أن المعذبين في قبورهم يتفاوتون، الله أعلم، حسب ذنوبهم ومعاصيهم. ولكن على المسلم ما دام على قيد الحياة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، وقال: استعيذ بالله من أربع، يعني في التشهد الأخير: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الاستعاذة من عذاب القبر مشروع، وكذلك تجنب الأسباب التي تسبب عذاب القبر كالغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول وغير ذلك من أسباب، وكذلك بقية المعاصي، لأن عذاب القبر سببه المعاصي والذنوب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل هذا القول صحيح؟ ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن فسقه غيبة. ذكر الفاسق والمبتدع في حال غيبتهما إذا كان القصد منه التحذير من شرهما وعدم الانخداع بهما فهذا أمر مطلوب ولا يعتبر غيبة، لأن القصد منه والمصلحة فيه راجحة، المصلحة فيه راجحة هو التحذير من شرهما وشر بدعتهما وفسقهما. أما إذا كان لمجرد التشهي هذا لا يجوز، لأنه لا يخرج عن الغيبة. إذا كان لا يترتب عليه مصلحة فإنه لا يخرج عن الغيبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.